اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد ولحد العشرة العشرة واربعين دقيقة. ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحة وخير وعافية، وما كنتوا لنا في الاستماع نعود نجدد ترحابي بكافة الفريق. احلام زميتا علي المديني في الاخراج والاخراج الرقمي، محمد الشاوش في الكرونيك، كذلك ضيفنا خلينا نقول كرونيكار زاد الشيء اللي معنا اين تركي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. دونك مازلنا نحكيوا على الكومينيكاسيون، مازلنا نحكيوا على الشركات، كيفاش اليوم الشركة تقعد وتخلي الديمومة متاحة، كيفاش تزرع وكيفاش تقول أنا موجودة اليوم في ظل الأزمات المتالية. باش نرجع ونحكيه شوية على السيتويب، قبل عملت إشارة ما رجعنيش حكينا عليه برشا. اليوم كنقولوا السيتويب، شنية مقاومات السيتويب باش يكون ناجح؟ برشا عندهم دي سيتويب ولكن فما حتى نتيجة. ابسوليمون، هو السيت ويب ولا فما شكون يحلو ان يسميه الموقع التجاري، هو الموقع التجاري موقع شركه. انا اللي تعرفنا به انه ما السيت ويب هو السيت ويب كما قلت انت، يلزم عوامل يتخدم عليها باش ينجح وباش يكون فعال. خاطر السيت ويب ما يجيبلكش بيزنس اون لين، ما عندها سيرفر غيان وانت قاعد تصور كاين ستاتيو على فيسبوك اكثر ولا اقل ستاتيو معناتها اكزاكتومون. دونك اليوم المقاومات انه اولا كما حكينا يلزم يكون الموقع التجاري سلس، معناتها لي بيرفورمانس تكنيك ولا معناتها الفاعليه الفنيه تكون يتم احترامها من قبل لي ديفلوبور، معناتها من قبل لي ديزاينر واليو اكس ديزاينر. شكون اليو اكس ديزاينرز؟ اللي هما يختصوا في ليكسبيريونس يوتيليزاتور. معناتها اليوم نحكيو من جمله انه نكون سيت خفيف في طون تيليشارجمون نتاعو هو، ويكون سيت كيف كاسي محمد مثلا يدخل على سيت كيما اي سيت اون ليني، معناتها معقد دخلك بعض يلقى يعرف وحو وين في انا وين ماشي باقل بجهد ممكن، باقل كليك بوسيبل. لا ريغل لو ريسبي نتاع الريغل نتاع تخرج كل سيت رزين زاده يتعبك لين تقلق وتخرج منه مثلا. حاجه اخرى زاد كي انا نحطه في باج لازم نعمل له ان بوتون كول تو اكشن، معناتها يلقى حاجه مثلا نقول له تيليشارجي البروشور نتاع كاب اف اي نتاع فيستيرانك، فهمت؟ لازم نكتب اون اكسيون يعملها، خاطر هدف نتاعو مش باش تجيبه وتخليه يقعد يحوس، معناتها يتورن اوتور دو فيد من الباج للباج. لا، هدف نتاعو كونه يجي ويوصل لاكسيون اللي تحب عليها، كسوا انت تحبه يوصل يعمل ريزرفاسيون، ولا تحبه انت يعمل مثلا يبعث لك يعمل لك الفورمولير دو فيل، تحط الاسم واللقب وكذا والبيزوان نتاعك انت كذا كذا، ويتصل بيك اترافير الواتساب، فهمت ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني الهدف اللي لازم يدخل عليه للسيت هذاك لازم ينجح. ينجح كما قلت لك، فما مقاومات تقنيه، فما مقاومات مربوطه بالاكسبيريونس يوزيتور، فما مقاومات مربوطه بالكونتوني اللي كنا نحكيو فيه. الكونتوني لازم يتشاف يكون فيزيبل، معناتها التيبوغرافي موجوده، شارت جرافيك، معناتها الديزاين كيف مهم على الاخر على موقع تجاري. زاد مش باش يكون موقع فيه برشا ديزاين على حساب لاسبي الفيزيبيليتي. شنو الفيزيبيليتي؟ انا كسيتك يطلع في الجوجل حكينا عليها، فهمت؟ خاطر هو الاول كي تعمل مثلا ريسيرش في الارقام الاولى تاعت بش ولا ما نعرفش انا سوسيتي بونتالون فوندو بونتالون بروم ولا اون تونيزي ولا ريستورون حمامات ولا لوي معناتها خلينا نقول معناتها لوي شامبر اون امور معناتها ولا جو سي با معناتها لون سيجور تونيزي. دونك فهمت كيفاش يطلع لك هو من الاول؟ فوالا معناتها كيفاش هو يطلع من الاول؟ فوالا ساهل سلس خفيف، فهمتني؟ ولا خاطر الجوجل اليوم في حد ذاته ك معناتها محرك بحث، معناتها كموتور دو ريشيرش، ولا يمبوزي علينا اون شارت خلينا نفسوها بالعربي تو، معناتها اون شارت معناتها دو بلوز اون بلوز كومبلكس، ولات معناتها اليوم جوجل ولا اصعب في الـ في الـ في الفول في الـ في الـ في البينالتي اللي يعطي فيهم. معناتها اليوم اذا كنت كونتوني تسرق مع عند الكونكورون ماكش باش تطلع في جوجل. أيوة. اذا كان سيتك زين وطون تيليشارجمون راهو تاش ما طون تيليشارجمون اللي ما يعرفش طون تيليشارجمون معناتها قداش قعدت باش وصلت الباج الاولانيه باش حيت الباج الاولانيه. اذا كان طون تيليشارجمون من توا كليكيت على الباج الباج داكوي نتاع فاست رانك تقعد مثلا اذا كان دي باس زوج سكوندات راهو باش يولي حاجه بيناليزونت، تولي حاجه باش تطيحك، معناتها كيقول لازم معناتها حاجه باش تطيحك عندها كونتر ايفي، معناتها ايفي كونتر ايفي دو معناتها معناتها اللي ما يخليكش توصل بعيد، فهمت؟ هذا من كل المجالات اللي حكيت عليهم. الكونتوني لازم يكون فريد من نوعه ويكون بيان بارلون معناتها اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ويجي وبيتماشى مع مع المتطلبات مع اللي يلوج عليه الانترنت. فعلا المتطلبات سيت خفيف خفيف طون تشارجمون نتاعو خفيف كيف كيف كل شيء لاربوريسونس واضحه. معناتها لاربوريسونس معناتها كيما شجره، كي نجي انا في شجره نلقى نعرف التفاعل نتاعها ونعرف ديما ناخذ ان اكزومبل كونكري، والا خاطرها اكثر كيما الفساد
الفساد نتا فيترينا الفيترينا انت تداو انت تمشي معقول تبيع في حجم تحط شي ان موديل في في الفيترين نتاعك انت غادي معناتها لازم انت كي ندخل انا من الباج داكوي تعرف شنو المحتوى نتاعك تجذب لك وكذا ابار اتيرون تلقى نعرف شنو تخدمه مثلا نعرف اللي تو مثلا راديو كاب اف اي معناتها التخصص في في الشان عام في السياسه في كذا في كيما عند ديزيميسيون كيما ايكو ما عندكم باش ديزيميسيون ايكو كاب يسمحوا لي ايكو كاب دونك واللي معناتها فيها فالور اجوتي كبيرة باشا دونك نعرف انا من الباج الاولانية تشرهني باش نمشي نزيد ندخل في دوطخ باج وبعد بوغ ان اوبجيكتيف فينال اني نوصل نكليكي على البوطون هذيك نوصل نتليشارجي البي دي اف نتاع نتاعكم انتوما نتاع النيوز نتاعكم نتاع البوشي نتاع السيرفيس نتاعنا نوصل انا نهز التليفون نكلم البريساتور هذايا اللي هو لوتيل هذايا باش نقول نحب نريزيرفي في الشامبر هذايا نوصل نكلم معناتها هذا من الكل نعمر الفورميلاغ دو ديفي اللي هو لي بين ريزرفاسيون دون اون فواتور اكس فهمتني معناتها اترافير ان بريساتور اي اكسيتيرا فهمت دونك هذا من الكل يتم تنظيمهم باش تنجح الموقع نتاعك سانكو هذا سانكو تفضل تفضل انت كنت ذكرت جوجل دونك معناها اللي هو الموتور دو ريشيرش اللي عباد الكل معناها توا فما كونكورون اخر اللي هو تشات جي بي تي دونك هذا معناها زيد ولا نجمو نستحقوه في الخدمه نتاعنا توا الشركات تنجم تستغلوا اي هو خلينا نوضحوا حاجه فهمت الذكاء الاصطناعي اي خلينا نوضحوا حاجه هو الجوجل محرك بحث كيما البينك وكيما الياهو سيرش وفما قبل كان فما دي موتور دو ريشيرش اسمهم اسك والتا فيستا وكذا كذا وكيما ود بالك كيما يوندكس في روسيا وكيما بايدو في الصين اذا كان اليوم تحب انت تكسبورتي الويل دو ليف مثلا الماشي اللي هو شينوا لازم تخدم على البيدو واليوم البيدو اهم من جوجل مش بعيد برشا البورسنتاج بيناتهم واحد فهمت بريسك المواتي اكثر من المواتي والاخر اقل من المواتي بشويه فهمت 40% والاخر 50% دونك لازم تاخذهم بعين الاعتبار انت وين توجدوا وانا نرجعوا كيفاش اللي حكينا على الموتور دو دونك الشات جي بي تي هو ما وصلش في حد ذاته اللي باش يكون ان موتور دو ريشيرش هو وسيله لانك ديفلوبي الكونتوني نتاعك انت دو فاسون ما يكونش فيها معناتها entre parenthèses je crois le cercle de contenu duplication femme toi là معناتها le chat gpt ou فما برشا des outils qui machat gpt مش كان le chat gpt donc فما برشا قاعدين مع هو système à base avec الاصطناعي معناتها intelligence artificielle ويعطيك en temps réel في l'instant اللي تعمل فيها الريشيرش نتاعك انت دي résultats بعد ساعات معناتها يعطيك نتائج مبهرة معناتها حقيقة انا صراحة راهو شوفوا فما شكون تحط انت توا تحط كوموند ديفلوبي مثلا حاجه تقنيه تاع فوز تليفون موقع تجيك يخرج لك الكود كومبليتمون تهزو حتى بس تهز كوبي كولي تحطو عندك انت تلقاه يسهل برشا حاجات اما وصلش هو الفاز نتاعو اما بحق سي اون توندونس توا توندونس كبيره برشا وكان تحب نحكيو على توندونس في الديجيتال خلى جوجل توا صرح 12000 عامل باش قاعد يحب ليسونسييه لا هو تخلف في الفاز انه هددو هو شوف بينك هو تبعت سجيري البنك 12000 في مرحله اوليه وليسونسيمون معناتها لا ليسونسي البيرسونيل الستاف نتاعو هو وبون فما برشا تو عملت بوليميك الحكايه اسكو سي ليجيتيم ولا مورالمون معناتها كذا مي بون مخاطر جوجل هو عنده ان ابوي معناتها يركز على شنو جوجل اليوم يركز على سيرش كواليتي معناتها عنده سيرش كواليتي تيم عنده معناتها فريق عمل يتخصص في المجال معناتها المعلومه فهمت دونك اليوم كي تجي له شات جي بي تي ويخدم اباز انتيليجونس ارتيفيسيل ود بالك جوجل حتى يخدم انتيليجونس ارتيفيسيل دونك ان سيستيم كونتر ان سيستيم فهمت توا سي لا غير بينهم زوج شو يقول لك جوجل يقول لك انا اخويا شوف شات جي بي تي ولا عبيد برشا تمش شات جي بي تي تهبطها وتخدم عليها وما عادش تعمل لي ريشيرش عندي انا دونك وجوجل توا حتى اللي هو اللي يفهم لوكراتيفمون معناتها ماديا جوجل مو عنده جوجل ادوردز معناتها سيستيم تاع جوجل ادز اللي تخدم به هو ريفيرونسمون بايون تنحكيو عليه بعد رابيدمون فهمت ولا دونك شو يقول لك يقول لك انا خويا ما معاش نبيع انا الديبيبيسيتي على في جوجل اذا كان نسبه الزواج تنقص بصفه كبيره فهمت جوجل نعطي شيفر للمستمعين
91 ما بين 91 ما بين 89% ما بين 92% انتو البي ناحية الصين وكذا اللي حكيت عليهم اللي حكينا عليهم قبل روسيا. دونك هو نسبة البار نتاع هو في الترافيك بارابور شو بارابور بينغ بارابور ياهو سيرش فهمت. اما هما تو بينغ ياهو سيرش معاش معناتها ياكلوا خبز قدام جوجل في الدول الحين دونك بلغتنا دونك في فاز خذا خذا عليهم لونفيرغور وكاو. اما شات جي بي تي سي اون توندونس اللي توا تنجم تعاون. اما نقول انا توا رد بالكم استعملوها ابونيسيون استعملوها بذكاء استعملوا خاطر كونتوني باش تعمل انت تا جوجل ينجم يفيق به اللي هو جاي من شات جي بي تي وتوا ينجم وقاعد اون تران دو بونسي باش يخرج ان نوفو الغوريثم اللي ما يفهمش معناتها الغوريثم نفسر لكم الغوريثم هو جوجل يطلع يهبط بلغتنا احنا فهمت. زيد فسر لنا زيد فسر لنا نحاول نفهم بشويه توا فسر لي شويه كيفاش يطلع يهبط. انت اليوم عندك اعطيني اكزومبل اي دومين تحب نقولوا هكا حاجه نتاع فونت فيت معناتها روب سواري بور فام هكا ولا بوتيك عندنا في تونس مثلا في العوين ولا امبورت وين. دونك احنا البوتيك نتاعنا احنا البوتيك هذه اليوم انت كلاسي الاول في جوجل في كلمه نقول مثلا فونت روب سواري ولا فام ولا بور فام دي فام ولا اكسيتيرا فهمت ولا دونك دونك اليوم انت كلاسي الاولى وانت إذا كان مش تقعد بالابروش تاخذ الكونتينيو من شات جي بي تي وتحطه عندك انت وما غير ما توقع ريفيزيون عليه ريفيزيون عليه انت تحط ان اكسبير في الكوبي رايتينغ في الكونتينيو اللي كنا نحكيو فيه باش يقعد يحسن فيه ويبدل فيه شويه كل مراجعه هذيك لازم جوجل باش يفيق اللي هو الكونتينيو هيك ديفلوبي وريديجي بار ان اوتي كيف ما شات جي بي تي ولا شات جي بي تي ديريكتومون يعني مع جوجل ما نجموش نلعبوا شي يولي يطيحك شي يولي يطيحك فهمت. خاطر هو شنو يعمل هو يعطيك كونتوني صحيح مش مسروق معناتها ومش كذا مش كوبي خلينا نسهلوها بغتنا احنا فهمت ولا اما يعطيك كونتوني دي فوا يبدا يكون كيما قلنا امبرسيونون ودي فوا يبدا دو فيبل فالور يعني لازمك تحسن لازمك تراجع لازمك تبدل لازمك لازم انت ما تخليش روحك اليوم تكون انت كلاسي في برشا الاول في جوجل والثاني والثالث والرابع وغدوا بعد تخش مني تحت خاطر راهو جوجل عمل بينالتي بينالتي هذيا كيما نقولوا ان سانكسيون فوالا خسالوها ان سانكسيون جوجل هو شنو يعمل يكافئ والا يعاقب يكافئ المواقع اللي هي حسنت في البرفورمانس تكنيك حكينا عليهم في الاكسبيرينس في الكونتوني في 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 الريفيرونسمون نتاعها وقاعد تخدم فاسون بيغين وعندها استراتيجي بريزونس فوالا فهم دو فيزيبيليتي واضحه وكما يقولوها لونتيرميس معناتها على المدى البعيد فهمتي. وفما واحد شكون يقول لك يا خويا عندي انا شات جي بي تي خاطر اتونسيون فما برشا 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 دي ماركش عاملين حاطين شكون يخدم وياخو الكونتوني هذا يتسمى اندستريالزي الكونتوني هو يكون معناتها معناتها اوتوماتيزي فوالا ياخو الكونتوني هذا اوتوماتيزي الذي تم اوتوماتيزي مع الكونتوني هو فهمتي ولا دونك ياخو من غادي وقاعد يحط في دي باج معناتها على بعضه على بعضه هيك عندك هيك يختار سوجي يحب على بعضه على بعضه تي كرو انت تو جوجل اليوم اليوم بالانتليجنس ارتيفيسيال اللي عنده بالالغوريثم دو ريشيرش نتاعو تي كرو لي جوجل تو بمعزل على اي اي رياكسيون باش يعملها انت تو ك ك معناتها معناتها ك خلينا نقول استراتيج ولا ك كواحد عند باكلا فوزيت كونيسور في الدومين وعندكم كولتور باك جراوند انا تاكدت منه في في الاوف في الكوليس باكلا ديجيتال دونك تعرف اللي جوجل تو شو يقعد يقول لك ها وانا جي بوندي لا لا دونك انا ديما نقول حتى الحرفيه نتاعي فما شكون حرفيه جو قال لي اسمع انا فما تيت انكدوت انا نبارطاجي معاك فما شكون جا قال لي اسمع نجم تحط لي اون كازين دارتيكل باغ جور في في هاك بليش معناتها هاك وما ياخذكش باش معناتها الفاسون دو باناليزي التاش هذما راهو باش تعطي امباكت خايب خايبه برشا خايب برشا باش ترجع لك بالمضره على السيت ويب نتاعك. السيت ويب شنو نتاعك انت بالنسبه لي ام بي اللي فيه برشا غش ام بي بي عندك فيه وقاعد نرعاه وقاعد يطلع معايا وقاعد يكبر معايا شويه بشويه ودي ريسك معايا فينالمون دونك انت اذا كان باش تحاول تاخذ فيه ريسك وتخي موفيزمون كالكولي ولا بو كالكولي مش باش تعطيك قعدنا احنا نقعدوا شويه على الريسيسيو كيما فيسبوك مسجل معاه عندك ارقام شنو اكثر حاجه تبعوا فيها في تونس اي اي مذهبيه مذهبيه على الارقام رقم الثاني مش يصدمكم رقم الاول مش يصدمكم اللي قرب الميكرو شوي اي دونك رقم الاول مش يصدمكم شو يصدمكم في تونس خلينا خلينا من تونس نحبوا تونس احنا انتم ناس تحبوا تونس دونك عندنا 7 ملايين و700 الف فيزيتور كونت كونت توينس على الفيسبوك نقولوا كونت اكتيف معناتها مش عملت كونت وقعدت امين
وما جاتوش تسكر كونكتيف زعما ديما كونكتيف معناتها خولاتيفمون كونكتيف ملي في الجامعة واش مسكر الوقت ما فهمش يصدمكم تعرفوا الثاني شكون ولا قلت لكم ديجا على انستغرام دونك الميسنجر الميسنجر يجي ب 5,800,000 يحكيوا يحكيوا ايه يحكيوا على الميسنجر انا واحد من الناس توا خدمة الكل غادي والحديث الكل غادي باش نقول لك حاجة توا فما دي بروسبي مع جات بيريود ما ندخلش على الفيسبوك وقلت كذا جي نعمل لك نلقى في الانبوكس نتاعي وباش عبيت بعثت لي تقول لي انا جي besoin d'une demande de vide de ma demande d'un temps de vie un devis pour le référencement d'un site web نخسو معناتها تشوف ان ليد فهمت ان بروسبي ماشي معناتها بروسبي واحد معناتها عنده besoin الا manifesté son besoin باش يحب حاجه جي عنده بيريود ونرجع له بعد جمعتين خاطر انا ما دخلتش على الميسنج ولا في الانفيتاسيون بار ميساج كيما ونزيدكم حاجه اخرى فما شكون قال لي هذا دونك parmi les startupeurs ناجحين برشا في تونس من عاش كان ما تعرفوها معناتها يتسمى خليهم ما غير مساميهم كان ناجح برشا خاصة ناجح خاطر دونك خاطر عزام سي عزام سوالمية وسي عصام دونك بالعاج اللي هو واحد عنده سويفر والاخر عنده ميد اللي هي بلاتفورم تاع البريز دو رونديفو فهمت قاعدين مرة قلت له انا بعث لك انا ما ايميل قال لي انا ما نقراش لي زيميل بعث لي ميسنجر ابعث لي سواء ميسنجر امي معي تبعث لي على الميسنجر والا تبعث لي على الواتساب ما نتصور على حاجات يعني بالاخص ميد من الناس كل تدخل لها الناس بيان سور برشا مبيعات عن طريق الميسنجر بيان سور يدخل فيسبوك ويسال على الميسنجر معناتها انا قلت انا شوف ولد ديجيتال كومون جو ريزون كيفاش نخمم فهمت وبالحق كي تجي تشوف تو شكون منا ما يجوش دي سبام معناتها ديكوغي انديزيرابل معناتها باللي باش تقعد باللي باش تقعد معناتها تقعد ديزابوني وتقعد وتبلوك باش تقعد معناتها دونك نقول انا تبدلت les comportements نتاع les utilisateurs نتاع les décideurs نتاع les marketeurs les entrepreneurs تسمعوا في اليوم ميساج ادريسي لكم انتم راهو تبدل لازم تتبعوا لي تندونس ديجيتال اليوم 2023 معاش 2018 ولا معاش دونك كل عام كل شهر تبدل حاجه ولا شفت جي بي تي شكون كي نحكي عليه شهر الفيت شات جي بي تي نذكر كان ان ديكوفيرت بالنسبه لي انا ما يعرفوش حتى توقعت نتستي فيه وكذا كذا بوغ انفورماسيون شات جي بي تي وكان ما تنجمش تعمل ابونمون عليه الا ما لازم يكون عندك فيريفيكاسيون يتبعث لك على نوم نيميرو اترونجي مش تونس دونك معناتها تالمون كان سي ان بو ستريك فهمت دونك اليوم تبدلوا لي توندونس باش نرجع لك السوجي دونك قلنا ميسنجر 5,800,000 بعد جينا انستغرام اللي هو نحكيو على ميسنجر ونحكيو على انستغرام ونحكيو على الفيسبوك ونحكيو على واتساب هذوما كل تبعين فيسبوك الكل تبعين الفيسبوك كل في فيسبوك شريتهم ولا انستغرام بيانتو 3,000,000 تو باش نقول ماشي فما حتى الانستغرام قاعده الناس الكل تبيع في اللي مارشي تو الانستغرام مركزين عليه معاش الانستغرام تاع ديز بور لي زالي سكون ابيل لي انفلونسور ولا باش تحكي على سكون ابيل ولا مارشي كبير مارشي كبير تو البزنس الانستغرام تو بدري دونك فما اي اكتيفيتي تنجم تكون كونسيرني ينجم يكون شوية خاطر حتى ما يجيبلكش هو بيزنس فينالمون هو باش يجيبلك براندينغ فوالا خاطر وحاجة أخرى حكينا مقبلك على الريلز سي امبورتون سي امبورتون تكون عندك دي ريل فهمت ولا دي ريلز موجودين واليوم مقابل نتاعهم شو تسع على اليوتيوب فهمت دونك واش معناتها اللي ما يفهمش معناتها بيتخ فما شكون ما يعرفش معناتها ريلز اليوم شو تسع هما دي فيديو صغار فيديو صغير 30 ثانية 30 ثانية 60 ثانية يبداو ماتين هكا بدا فيسبوك غارت من تيك توك غارت لانه عارفوا معناها العباد كلها ماشيه للي شورت حتى العباد اللي تقلع ولا طبعا العبد كيفاش يحب العبد ولا يقلق من الفيديو طويل ماذا بيه فيديو قصير هكي تفرشيد منتج محلي ايه يحكي لك قصة قصيرة هكي يعيشك العالم متاع الوتيل ذاك متاع الراديو ذاك متاع البوتيك ذاك ايه فلا ويعرف بالمنتوج ايه فما احصائية صارت 2019-2020 70% من العبيد اللي تقرر انه باش تشري هي من الفيديو هذه من الفيديو مثلا بيان سور يقول تأثير الفيديو اكثر ولا تأثير التصوير اكثر ولا تأثير المقال المقال هو شوف هما كلهم دي زيليمون دي كومبليمون يكملوا بعضهم انت والسوجي انت وانت كيفاش مثلا انت وسوجي مثلا كيفاش تحكي على سبادي بيان سور السبادي تصوير والتصوير اللي ماش تمشي اكثر اللي ماش تمشي اكثر اما كيفاش نحكيو على حاجه مثلا نتا سيرفيس ومتا كذا فهمت ولا يمتيت فيديو نتاع ماذا بيا الكونتوني نعرف سوجي شنو نعرف شفما فوالا دونك هذا من الكل اون ابيل سا لو فيزويل معناتها شنو نقول معناتها لو كونتوني ولو كونتونون فوالا لو كونتوني هو المحتوى والكونتونون كيفاش صيغته انت
السياق الفيديو السياق نتاعو هو دونك هذايا سي ان بو سي امبورطون هما كل كومبليمونتير كل كومبليمونتير حتى شو هاشتاك حتى الهاشتاك تحت هاشتاك مش كيك اربيترمون ما فما نعاود نرجع فما دي بروسبير يقول يا خويا حط هاشتاك حط ريفيرونسمون تونيزي مش كيك فما دي بلاتفورم يعطيك قداش كل هاشتاك قداش تجيب لك فوالا هذه فما حاجات توا لو موند ا شونجي نيميريك ويل فو سو ديجيتاليزي كيقول يل فو سو ديجيتاليزي il y a de quoi se digitaliser مش هكاك يا معناتها اي بقى اخويا واعمل لك وسال لازم دراسه مش حكايه دراسه لازم ديزيتيد لازم اناليز ولا كمل كمل حاجه مهمه بما جبدنا على الكاتريم هو جي لينكدين مهم حتى تو باش نجاوبك على سؤال تقول لي انت انا اليوم في السكتور اي في السكتور دو دو مثلا اي سيد المخرج خاطر متقلقش شويه من حس انا كحه مريت اذا سيد المخرج لا اي دونك لينكدين باغ اكزومبل ينجم يكون في البي تو بي بي تو بي مش معناتها بي تو بي معناتها انا اليوم عندي نشاط ونبيع دي سيرفيس لشركات اخرين الشركات لي ايجونس تي تيغا مش بي تو سي معناتها بزنس تو بزنس بزنس مش بزنس تو كونسيومر فهمتوا ولا دونك بي تو سي معناتها كي تبيع في باش تبيع في كذا فهمت دونك فوالا اللي كي تبدا في البي تو بي تمشي لينكدين مثلا تمشي دونك فوالا وكيف كيف يسمك تاخذ بعين الاعتبار التيك توك طالع انا عملت اكسبيريونس نتاع كلك فيديو قلت خنتستي بيهم والله بصراحه تفاجات ولا تفاجئ ماجري اللي ما جابوش باش انا فما فيديو جبت 120,000 معناتها اللي هي تحكي على حاجه كيفاش تدخل فلوس على الانترنت معناتها عملت بنت معناتها يجيبوا يكلموا فيا وكذا كيفاش وكيفاش التخصص نتاعي معناتها باش الناس نجحت بحاجات سهله كيكا كيفاش تدخل فلوس في 24 ساعه صدقني تلقى الناس الكل تلوج عليك انا مش الاختصاص نتاع اجونس دو كوم ولقيت تكون موجود اليوم on appelle ça des vidéos d'appel فوالا هيك باش تجيب لك ديجا لوديونس كيما السيناره انت باش ترميها باش يلوج عليك على الفيسبوك على الانستغرام على ويكلموا لاجونس نتاعك هذه كيفاش ولات اليوم خاطر اغلب العباد على تيك توك اليوم بالضبط ومش كيما تهبط البوست على الانستغرام كيما تهبطوا على الفيسبوك كيما تهبطوا على التيك توك خاطر نفس يحطوا فيزيوال نفس كل شيء نفس كذا كذا دو بريفيرونس تقرب على اعتبار الكومنتي الموجود على الانستغرام صحيح لي انستغرام فهمت كيفاش الطريقه لازمك تسيرو لي كونتوني كيفاش تمس لعبه الذي نحكيو عليها مره اخرى حاجه فيها كتيبه برشا وتصوير ايمن فهمت كيما كنت تو انا قلت عملت فيها بطه تو ديجا ديريكت مع لينكدين طونديس كو على مثلا الانستغرام يحبوا كلمتين صغيرة افيك ان بون يوزاج نتاع دي هاشتاج صحيح فهمت والكاروسو ليماج ينجحوا في ينجحوا في في الزوز مثلا في لينكدين في الانستغرام فهمت لي فيديو يمشيو على تيك توك كل تبقى اذا كنت لي سيرفيس نتاعك بي تو سي بي تو بي مثلا فيسبوك يجب يكون حل ناجح باش تخدم على الفيسبوك كوم خاطر تخدم على تونس بوبيلاسيون كبيره فهمت والسوم نتاعك مش غالي خاطر ما تنجمش تخدم على الفيسبوك وانت مثلا مع اسوامك مرتفعه برشا اكستريمون ايلفي فهمت خلينا نختم بنقطة اليوم العديد من أصحاب القرار قاعدين يسمعوا فينا كيفاش نقدموا لهم الحلول احنا تقريبا قدمنا لهم فكرة كبيرة انتم أيمن واخذين ثلاثة جوائز في مسابقة وطنية كانت تعاود تذكرها لنا انت بالكدا ونعاودوا نحكي وزاد كيفاش يلقاوكم على خاطر انا نعرف أي شركة اليوم يقول لك أيمن كيفاش نلقاك كيفاش نلقاك خاطر بالحق برشا فينا يقول لك تنجيب واحد أي واحد حتى ولد الشركة يتلهي لي بالفيسبوك والانستغرام لا لا تغلط برشا 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 لازمك حد خبير في المجال هذا هو اللي باش كيما يقولوا باش يطلع باش يهبط واكثريه كي يبدا خبير باش يطلعك راهو دونك لازم الاستعانه بكم لازم الاستعانه بالشركه نتاعكم بالاجنس نتاعكم كيفاش نلقاكم وين نلقاكم بالضبط قبل كل شيء احنا دو حكينا على على ريفيرونسمون احنا ديجا في 2017 هيكنا في تونسيا ديجيتال اووردز في اول ايفنمون هو الايفنمون الوحيد اللي صار على المجال الرقمي بصفه معناتها كي اي تي تري بيان دايور نحيي مدام لميا تريت اللي هي كانت لورغانيزاتريس وعم دي زيتور وكل شيء تحيه اليوم الكل واحنا اون رومبورتي خفينا البريم تاع احسن كومباني احسن كومباني ريفيرونسمون ناتوريل في تونس كامله في تونس أيوة. كامله اسمه نسمه بربي اي نسمه هذه في اول ديسيون ودوزيام ديسيون صارت عامين خاطر بي انيوال فهمت 2019 عاودنا شاركنا وخفينا احسن شركه وثاني احسن مع كومباني كومباني وثاني احسن في ريفيرونسمون ناتوريل في جوجل ادوردز تري بيان فهمت دونك هذا اللي ما يعرفش جوجل ادوردز هو ريفيرونسمون اللي ما يقعدش يستنى باش وقت باش يطلع فهمت تعمل كومباني توا تدفع لجوجل فلوس ويولي جوجل يفيشيك الفوق عرفتك تلقى انونس مكتوب عليه انونس وعلى اليمين واللوطه هذوك هما جوجل ادوردز فهمت دونك هذا هو دونك كيفاش يتواصلوا معنا يتواصلوا معنا الرقم نتاعي انا شنو نقولوا مرتين 23
44 60 صفر واحد. أيوة. 23 44 60 صفر واحد ولا يدخلوا على السيت ويب نتاعنا www.webfirstrank.com. ديجا متاقي على الفيديو هذا متاقي على الفيديو كل شيء فوالا. دونك فوالا وكما قلت نكمل بحاجه صغيره مهمه قلتها انت. أي. قلتها انت ومحلاها الفينيش تبارك الله عليك حبيبي شكرا المعلمه. دونك والله بحق معناتها قلت راهو كي يبدا واحد يجي اون انترن ويجي بك بيه راهو كي تجيب اون انترن تبدا انت مستقل بذاتك وما تستحقش لكن خبير خبير قاريك ومعامل فوالا انت ماشي في بالك لا بون ميتريز هذا مش معاك فيها سيبوزون اما انت كي تدخل واحد ان بروفيل جونيور ما تحبش تجيب ان اكسبير واكسبير كبير ومش باش يخدم في بوات تاعو يخدم ماذا بيه في اجونس كومينيكاسيون خاطر يلقى بوكو تشالنج وكل شيء وتخيل ما تعرفش الكو نتاعها كونه يعمل لك كين كومباني فاشله ما تعرفش عليها تنجم تهد لك هاو بلغتنا التونسي العلامه التجاريه نتاعك كاريمون وتخليك انت تعاود معناتها تبني من جديد فوالا ونكمل بحاجه اخرى اللي هي شنو هي نشكر كل معناتها العباد اللي خدموا معنا في الاجونس ونحب نحيي واحد واحد نعش اسامي وكاو مغي هذا سناء دونك سناء انس ملك مختار احمد سليم والكل اللي خدموا معنا وتحيه كبيره من قلبي هذه تمشي لي بارتنير نتاعنا وتمشي لكل كليون امن بينا كمن نخدم معاه ولا كمن ما كملناش نخدم معاه لسبب او لاخر قصرنا معاه ما قصرناش معاه اجتهدنا معنا باللي نجمو تحيه كبيره ونيزني نحاري كاب اف ام على شكرا اللي هي كاب اف ام كاب اف ام اللي هي معناتها معناتها بالحق تم ديزيفور معناتها سي غير دو تروفي شكون يقدوا معناتها لي كومبيتونس في 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 الكابون حتى في تونس وانتم ماشيين في تمشي مزيان برشا شكرا لك هذا الحقيقه نفتخر بها شكرا لك ايمن باش تكون حاضر معنا الاسبوع الجاي اكيد موضوع اخر باش يكون مع ايمن محمد احنا مازلنا مواصلين المشوار ترتيحه صغيره مع الموسيقى وراجعين حبك انا